da Francia. كان في مشكلة في الصوت عند حضرتك. باشمهندس هشام، في مشكلة في الصوت، الصوت بيقطع. صوت بيقطع كده تمام، كده تمام. كده احسن بيه. ايوه كده تمام. تمام. طيب ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باذن الله، بس في المحاضره دي هنوضح ايه اللي عملناه في المحاضره الاولى بتاعت ال 3 دي، في نفس الوقت هنوضح ايه هي اللي هنتم ان شاء الله في خلال ايه الكورس بشكل عام. كان الناس سالوني ايه هي المعطيات، او هي سوري المحتوى بتاع الدورة بشكل عام. هو الكورس إن شاء الله هيتكلم عن السيفل بشكل عام، كنا احنا نزلنا التفاصيل بتاعته على الجروب بتاعت الكورس على الفيس. طيب حد احنا بتاعت الجروب اهو، اللي هو جروب اسمه سيفل 3 دي كورس باي انجينير هشام فوزي، تمام. وفي اول بوست هنا موجود، لو ضغطت على كلمة سي مور هتلاقوا طبعا الشباب ربنا يجزيهم خير حاطين اللينكات بتاعت كل المحاضرات ان شاء الله، اهي السبع محاضرات، زائد تحت هنا هتلاقوا التفاصيل كاملة بتاعت كل ايه كل المحتوى بتاع الكورس نفسه، بحيث من خلاله تقدروا ايه تعرفوا ايه المحور الاساسي اللي هنتكلم عليه. وطبعا التفاصيل بتزيد لما احنا ايه شغالين في الكورس، زائد ان الكورس عشان اللي ما بيلحقش معانا ان هو يخش معانا في اللايف، اللي هو يعني في الزوم، ممكن يتفرج لايف في نفس المكان او في بعد كده تتسجل. طبعا الحاجه دي كلها بتبقى موجوده طبعا زي ما انتم شايفين، مثلا تحت شويه كده هنلاقي المحاضره اهي، المحاضره اللي فاتت موجوده اوريدي على القناه او موجوده في صفحه بيم اريبيا. مهندس عمر ربنا يجزيه كل خير، يعني حاططها لنا هنا على اليمين اللي هو سيلز دي فري كورس، هتلاقوها برضه موجوده هناك. وبالنسبه في برضه ناس سالتني بخصوص الشهاده، ان ما بيلحق شويه عشان ياخد الشهاده وما الى ذلك. باشمهندس هشام، صوت حضرتك اتقطع تاني. الو، معلش صوت عند حضرتك اتقطع تاني. لا برضه في لسه في مشكلة. لسه في مشكلة. كده تمام، كده تمام، اتفضل. طيب تمام كده. يا ريت حضرتك تقرب بس المايك منك شويه. انا حاطه مباشره بس هو شكله السلك بس. طيب كده واضح كده الصوت تمام؟ كده تمام، اتفضل. طيب ماشي على بركه الله. بخصوص زي ما قلنا التساؤلات اللي هي خاصه بالشهاده، ممكن طبعا تتابعوا على الجروب والشباب طبعا هيردوا عليكم بخصوص ايه عمليه الحضور الحضور السوري المحاضره. في نفس الوقت طبعا انا شفت بالمره اللي فاتت برضه في اخر محاضره بينزل اللينك تقريبا تبع فورم في جوجل، اعتقد من خلالها تسجلوا الحضور بتاع الايه بتاع الكورس على ما اعتقد كده. فدي خاصه بايه كده كان بشكل عام عن الشهاده وما الى ذلك. اما بقى عن محتوى الكورس نفسه، زي ما قلنا موجوده اوريدي على الجروب، وهي موجوده معانا برضه هنا في ملف وورد، هبقى انزلها لكم برضه ان شاء الله في رابط ايه رابط مع الشغل بتاعنا في اخر المشروع، اخر محاضره باذن الله. دي ده الحاجه الاساسيه. الحاجه الثانيه بقى نبتدي نشوف احنا خدنا ايه المره اللي فاتت، عشان برضه اللي ما حضرش معانا المره اللي فاتت او ما شافش يعرف بس ايه حاجه سريعه كده، احنا عملنا ايه في المحاضره اللي فاتت السابقه. موضوعات اللي اتناولناها في المحاضره رقم واحد، هنقلب في المحاضره رقم اثنين. خدنا موضوعات التي سيتم شرحها بشكل عام اثناء الكورس، مرحلة ما بعد تثبيت البرنامج، وازاي ايه اللي البرنامج بينزل معاه برامج ايه وبيبقى شكله ايه بشكل عام. خدنا الواجهة الأساسية بتاعت البرنامج وشرحنا العناصر الأساسية فيها ووظيفة كل عنصر. شرحنا الفرق ما بين عناصر الرسم الخاصة بالأوتوكاد وعناصر الرسم الخاصة بالسيفل. الكاد العادي بيبقى ليه مثلا الصوت عند حضرتك برضو قطع تاني، مشكلة في النت أو حاجة.
بس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه كده عشان تصدق. يا شباب، خلينا الفرق ما بين ملف الاوتوكاد وملف السيفل، اللي هو ملف التمبليت الاساسي اللي بيتبنى عليه الرسم بشكل عام. وكنا اتكلمنا في الجزئيه دي عن حاجه اسمها الكاد ستاندر، والناس قالت لي عايزين نبص عليها، فانا هنبص عليها بصه سريعه برضه، اللي هو الناشونال كاد ستاندر. ده اللي هو زي ما قلنا الناشونال كاد ستاندر ده، بحيث احنا لما بنيجي نعمل سواء لايرز او نعمل اي تفاصيل في اللوحه، واللوحه دي نحب نوديها لاي جهه حوالين العالم بتبقى معروفه بالنسبه لنا، ومعروفه بكل جهه، الجهات يعني اللي بتستخدم الكاد بشكل عام بالنسبه لها العمليه سهله. فاحنا كنا جينا فتحنا عندنا وفتحنا ملف سيفل جديد هنا، وبصينا على اللايرز كلها موجوده رغم ان الملف فاضي، وقلنا ان كل حاجه من هنا كنا حتى جبنا هو اللاير دي اسمها سي بريدج ديك، تمام كده. المفروض اي حاجه خاصه مثلا بالبريدج اللي هو الديك اللي هو التوب الخرسانه العلوي بتاعت الخرسانه بتاعت شريط الجسور بتتحط في اللاير دي. طب انا عرفت منين الكلام ده؟ لو فتحنا هنا على سبيل المثال اللي هو الكاد ستاندرد، تمام، ونزلنا فيه شويه بس كده في اللايرز اهي، زي ما احنا شايفين كنا اتكلمنا ان لو بصينا حتى يبقى هنا وهنا مع بعض، تمام. في اللايرز عندنا لو نشوف كده عندي على اليمين عندنا هنا كل لاير قدام منها حرف الاول، مثلا هنا في حرف السي، السي ده يدل على ايه؟ لو احنا بصينا في ملف الملف البي دي اف اللي معانا هنلاقي السي ده خاص بالسيفل، هنلاقي مثلا حرف البي ده خاص بما هو كله سيرفي، تمام؟ يبقى معنى ان هو سي يبقى دي حاجه خاصه بالسيفل نفسه. وبعد كده زي ما انتم شايفين يعني مثلا هو جايب مثال هنا ان هو الاي ده اللي هو الاركتكتشر، وجايب بعد كده التفاصيل كل حاجه. لو بصينا حتى قدام في سي اللي هو السيفل، تمام، وشفنا المسميات دي مثلا ده البي عايزين السي اللي هو السيفل، تمام كده. اهو احنا لو جينا بريدج ديك بريدج ديك اهو، بص باشمهندس بعد اذنك يا ريت في امكانيه، معلش ان حضرتك تقرب المايك شويه، الناس عماله بتشتكي ان الصوت بعيد شويه، معلش معلش يا حاليا بيقطع شوية، بيقطع تاني. لسه برضه صوت حضرتك مش واضح. صوت بيقطع برضه يا فندم. ايوه نعم مفيش صوت يا فندم. السلام عليكم. كده تمام. اتفضل. تمام طيب. فكنا قلنا زي ما احنا شايفين هو مثلا هي كلمه سي بريدج، وفي عندنا مثلا سي بريدج ديك، فهنا كده من البريدج ده الديك بتاعه، تمام. فاي حاجه خاصه بالخرسانه بتاعت الديك نفسها بتتحط في اللاير دي. طبعا الناشونال كده ستاندر هنزل لكم برضه نسخه منه في كل التفاصيل دي. حتى لو رجعنا قائمه البي اللي هي الخاصه بالسيرفي، لو انا مثلا بعمل شغل مساحه خاص بالكباري فبقول له البي بريدج ديك هنا ده التوب الديك اللي هي الخرسانه مثلا من فوق. يبقى كل لاير من الموجوده هنا في ال 7 3 دي ليها ايه؟ طبعا ليها توصيف في الناشونال كاد ستاندرد، دي حاجه عالميه. وتذكرت طبعا ان في ايه كان في كورس معمول لها في اكاديميه الطريقين، هحاول برضه ان شاء الله ايه اعمل لكم اللينك بتاعها. دي تاني حاجه كنا اتكلمنا عنها بخصوص الايه الناشونال كاد ستاندرد. نرجع معلش هنا الملف ده. بعد كده عملنا شرحنا ازاي هي المشاكل اللي ممكن تحصل معانا لو احنا بنجيب ملف من الاوتوكاد وندخله بالسيفل، وشرحنا ازاي نتعامل مع الايه مع الملف ده. عملنا مقارنه سريعه ما بين البرنامج والسيفل اللي كانت خاصه بالكتابات والخطوط، وبعدين شرحنا اول عناصر السيفل اللي هي النقاط، وعملنا
عملنا لها ادراج وشفنا ايه الفرق ما بين نقاط الكاد ونقاط السيفل، وشرحنا ايه هو البوينت فايل فورمات، واخيرا جاوبنا على مجموعه ايه مجموعه اسئله من اللي كانت ايه من اللي كانت موجوده معانا في المحاضره ساعتها. هنبتدي تاني بقى، نبتدي كاننا هنبتدي من النقاط، لان احنا زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت ان كلنا اغلب اللي هيشتغلوا على برنامج السيفل لازم هيشتغل على الحاجتين دول، النقاط والاسطح، والنقاط والاسطح دول مشتركين في اغلب عناصر ايه عناصر السيفل بشكل عام. فلو كده هنبتدي نشوف الكاد، سوري، النقاط اللي معانا اللي موجوده في الملف. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا المره اللي فاتت فتحنا اللي هي كنا فتحنا الملف دوت وعملنا ادراج للنقاط بالفعل من الملف ده، نبتدي نعيش نعملهم تاني. هنديه بس الاول هنا هنكتب اللي هو كود تي جي تمام كده، وقلنا هنا هنعمل ايكوال كونكاتينيت، مجرد ما بنكتب كلمه كونك تظهر معانا كلمه كونكاتينيت، بنضغط عليها وبعدين بنضغط على كلمه اف اكس. طبعا ده عشان تجهيز مين، المفروض عشان تجهيز المعادله نفسها عشان ندخل الملف للايه لبرنامج السيلز ريت. تمام، هبتدي اضغط هنا وبقول له والله انا عايز البوينت نمبر اول حاجه، وبعدين بنزل بعمل له الكاما. طبعا ممكن نحط هنا كاما او سبيس زي ما شرحنا المره اللي فاتت، ونيجي هنا ونقول له في الايستنج مثلا وبقول له كاما، وبعدين النورثنج بقول له كاما، والاليفيجن كاما، واخر حاجه معايا الايه اللي هو الكود، وبقول له اوكي. كده هو جمع لي مجموعه الخلايا دي كلها في خليه واحده، وده المطلوب، عباره عن البوينت نمبر، الايستنج والنورثنج والايه والاليفيجن. تمام، مجرد ما بعمل دبل كليك في الكورنر هنا على اليمين بيعمل لي هو ايه كوبي الحاجات دي كلها من البدايه لحد النهايه، اللي هي كوبي المعادله، بعمل له كوبي من هنا، وباجي على ملف الديسك توب هنا اليمين وبقول له نيو، بقول له ان جي ال مثلا، بنحط ان جي ال، وبعمل كليك يمين وبقول له بيست. يبقى انا كده عملت ملف تكست، ملف التكست ده من خلاله هنبتدي نعمل ادراج للنقاط داخل برنامج الايه سيلز ريت. هبتدي اخد حفظ، وباجي في ملف السيفل من قائمه انسرت، باجي على البوينت فايل، تمام، بوينت فروم فايل، وبختار الفايل بتاعنا زي ما احنا قلنا فيه على الزائد اللي موجود هنا. معلش كده الصوت شغال ولا يا شباب؟ في ناس بتقول ان الصوت مش شغال. طيب تمام حلو، اللي هو ملف ال ان جي ال، وبقول له اوبن. تمام، طبعا البرنامج بيبتدي يشوف الملف اللي جاي دوت الكاما ديليميتد، اللي هو الفارق ما بين الكتابه الاولى والكتابه الثانيه عباره عن سبيس ولا كاما. تمام، في نفس الوقت بيديني الاختيارات المتاحه على حسب البيانات اللي موجوده، ولكن زي ما احنا شايفين ان اول حاجه جايبها لي الايستنج والنورثنج والبوينت الفيجن، في حين ان الملف عندي لا، انا عندي اول حاجه البوينت نمبر، وبعدين الايستنج نورثنج الفيجن، وبعدين كده هو مش مختار البوينت فايل فورمات الصحيح. ببتدي انا اختار من الليسته اللي موجوده هنا، في الحاله دي بشوف اللي هو البوينت فايل فورمات المناسب ليا، اللي هو البوينت ايستنج نورثنج الفيجن كود. تمام، كنا شرحنا المره اللي فاتت ايه التفاصيل دي، وهناخد شوف تفاصيلها كمان شويه. وفي الحاله دي مش هعملها في جروب، وبقول له اوكي على كده، فبيبتدي يعمل لي ادراج بالنقاط. ولكن قبل ما اعمل ادراج بالنقاط، لو بصينا احنا في الليسته اللي موجوده هنا البريفيو دي، عشان برضه جالي تساؤل بخصوص الجزئيه دي، بيظهر هنا بس 20 نقطه، في حين ان الملف مثلا فيه حوالي 3900 نقطه. هنا بيظهر اول 20 نقطه فقط، بحيث انت بتشوف من خلالهم البيانات بتاعتك كده ترتيبها صحيح ولا لا. اما بقيه النقاط هتنزل مع عمليه الايه؟ مع عمليه الادراج. مجرد ما بقول اوكي وننتظر عليه لحظات. طبعا بتختلف من جهاز للتاني في عمليه انزال النقاط دي، ساعات بتاخد وقت كبير وساعات بتاخد وقت قليل على حسب مين، على حسب الجهاز نفسه. لو عملنا زوم اكسيدنت تمام، بيبتدي تظهر معايا ايه النقاط زي ما احنا شايفين. طبعا النقاط ظهرت معايا بشكل اكس كده، لان الاكس ده عباره عن زي ما قلنا المره اللي فاتت، ان هو اول ما تنزل نقاط في البرنامج بيبتدي على الشمال هنا في قائمه البروسبكتور، لو مش ظاهره معانا من قائمه هوم نضغط على كلمه تول سبيس، ونتاكد ان العلامه دي ايه اللي هي البروسبكتور مفتوحه معانا. هنلاقي حاجه اسمها اول بوينتس، بيتم البرنامج بيعملها بشكل تلقائي بمجرد ان احنا بنعمل ادراج للنقاط في الرسم. في نفس الوقت بيدينا الشكل اللي هو الاكس، اللي هو الشكل الستاندرد. طبعا هو الشكل دوت او اي تفاصيل خاصه بعمليه ان احنا بنفتح ملف جديد وبنعمل اي ادراج او اي خطوه فيه،
دي الديفولتس بتاعت البرنامج. لو حبينا نغير الديفولت دي نيجي من قائمه سيتنج ونشوف العنصر اللي انا عايز اغير الديفولت بتاعه ايه. الحاله دي مثلا عايز اغير الديفولت بحيث لو انا نزلت النقاط مباشره تنزل مثلا شكلها غير الشكل ده، ببتدي ادخل على السيتنج وباجي في قائمه البوينت هنلاقي حاجه هنا اسمها الكوماند، حاجه اسمها ايه الكوماند. تمام كده احنا في الحاله دي اللي هي البوينت كريشن، اعتقد البوينت جروب بنت جايب هنا الستايل اهو زي ما شايفين هنا الديفولت ستايلز هو عامله كلمه بيزك. لكن لو انا اخترته وقلت له لا انا عايز اغيره حاجه ثانيه بنش مارك تمام وقلت له اوكي وقلت له اوكي، في الحاله دي لو انا عملت ادراج للنقاط مباشره في الرسمه هيبتدي ينزلها لي بشكل بنش مارك بشكل رئيسي. تمام كده؟ يبقى انا حبيت اغير الشكل دوت قبل عمليه الادراج ممكن من خلال ايه ان انا اخش على الكوماند بتاعت البرنامج. اما في الحاله دي لا احنا بننزل مثلا النقاط زي ما احنا شايفين وبنقدر نعدلها في اي وقت. عمليه النقاط دي شكلها منين؟ من خلال البوينت ايه؟ البوينت جو. طيب غالبا الكلام ده كله قلناه ايه المره اللي فاتت، عايزين بقى نشوف حاجه جديده المره دي اللي هي ايه؟ نفتح ملف اكسل تاني معانا. هنفتح اللي هو الملف دوت وكان بوينتس. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الحاله دي انا عندي في الملف هنا زي ما قلنا كان من ضمن الحاجات اللي ذكرناها المره اللي فاتت ان نقطه السيفل مش زي نقطه الكاد، نقطه الكاد بتبتدي بس تعمل ايه؟ نقطه الكاد ممكن تاخد ثلاث بيانات فقط الايستنج والنورثنج والاليفيشن، ثلاث عناصر فقط. اما بقيه العناصر الثانيه على سبيل المثال وده اللي ذكرناه ان هو لو انا رفعت مثلا شجره والشجره دي ليها تفاصيل زي مثلا ارتفاع الشجره، نوع الشجره، حاله الشجره. الكلام ده كله كنا بنضطر نكتبه بشكل يدوي عشان ندرجه بعد كده كبيانات في الاوتوكاد مثلا كتكست او حاجه. السيفل لا، انت ممكن وانت بتشتغل في الموقع الراجل اللي بيشتغل في الموقع يبتدي يعمل الداتا دي كلها ويجيبها لك ويجهزها لك وتدخل في السيفل كمان. ففي الحاله دي زي ما احنا شايفين مثلا في الحاله اللي معانا دي انا عندي هنا البوينت عباره عن بوينت نمبر الايستنج نورثنج الفيجن كود لغايه هنا تمام. ولكن عندي اضافه جديده اللي هو التايب اللي هو النوع، نوع ايه مثلا؟ انا رفعت هنا مثلا حاجه اسمها الام ان اتش اللي هو مثلا اختصار دم البنون على سبيل المثال. انا عندي منهول ثاني اللي هو سانيتيري اللي هو منهول الصحيه اللي هو منهول الاس تي او اللي هو الستورم مثلا. تمام كده؟ وبرده رفعت شجره نوع الشجره دي حاجه اسمها اوك ده نوع شجره مثلا. في نفس الوقت مثلا رفعت هنا كود اللي هو ال بي اللي هو مثلا لايت بول. طبعا التعريفات دي لازم يبقى ايه المكتب الفني والجماعه بتوع الموقع عارفين مثلا ان ال بي دي تساوي اللايت بول ايه كرو ديسكريبشن، لان احنا قلنا في حاجه اسمها الرو ديسكريبشن اللي هي الحرفين مثلا او الثلاث حروف اللي الراجل بيرفع فيهم في الموقع. في حاجه اسمها الفول ديسكريبشن اللي هو ايه كلمه اي جي بي يعني ايه او ال بي دي يعني ايه. تمام؟ في الحاله دي انا عندي مثلا رفعنا عمود ودي احداثياته وده الكود بتاعه، ولكن رفعت كمان ايه ارتفاع العمود ورفعت اسم العمود. فانا الداتا دي كلها عايز ادخلها للبرنامج بحيث ان النقطه بتاعتي نقطه السيفل تاخد كل التفاصيل دي بحيث اقدر اظهرها في اي وقت. اعمل الكلام ده ازاي؟ رقم واحد ببتدي اعمل تصنيفات بناء على التصنيفات اللي موجوده معايا هنا. انا عايز هنا حاجه اسمها تايب وعايز اللايت بول هايت واللايت بول نيم. طيب نشوف البرنامج هل البرنامج عنده القابليه دي ولا لا. ابتدي افتح انا ملف جديد مثلا على سبيل المثال ماشي، وابتدي ادخل على السيتنجز وبقول البوينت وفي حاجه دي هنا بوينت فايل فورمات. تمام كده؟ وباخد اي فورمات فيهم مثلا بي اي نزل جديد على سبيل المثال وهعمل كليك يمين وبقول له ايه وبقول له كوبي. تمام؟ وهنسميه ايه؟ ايجنت عشان يبقى عارفين. حلو. البوينت نمبر اوكي معايا، الايستنج اوكي، النورثنج اوكي، والاليفيجن والدرو ديسكريبشن. طيب انا عايز اضيف ايه؟ احنا قلنا عندنا في الاكسل هنا حاجه اسمها تايب. طيب لو انا ضغطت هنا وقلت له انا عايز اضيف التايب زي ما انتم شايفين هنا مفيش التايب. في نفس الوقت برضه مفيش التصنيفين التانيين اللي انا عايزهم لايت بول هايت واللايت بول نيم. في الحاله دي ما دام مش موجوده التصنيفات دي ممكن احنا يعني التصنيفات دي زي ما انتم شايفين مثلا في ممكن اعمل فول ديسكريبشن، ممكن اعمل جريد نورسنج جريد ايستنج والتفاصيل كتيره موجوده هو البرنامج عاملها، وفي نفس الوقت بيدي لك امكانيه ان انت تضيف تصنيفات جديده. عمليه الاضافه للتصنيفات سهله جدا ولكن هي مش من الويندو دي. انا بقول له اوكي انا هحفظ بس ان في عندي هنا بوينت فايل فورمات اسمه شام، ولكن باجي هنا في اليوزر ديفايند بروبرتي كلاسيفيكيشن بعمل كليك يمين وبقول له انا عايز اعمل ايه؟ نيو. حلو؟ يعني ده كلاسيفيكيشن ده اللي هو تصنيف الجديد. ففي الحاله دي انا هقول له ايه؟ انا عايز اللي هو التايب اللي هو الايه؟ النوع. تمام كده؟ وده عباره عن احنا قلنا ده اللي هو السترينج ده اللي هو الايه؟ تبقى الكتابه. تمام؟
وفي الحاله دي انا عايز اعمل حاجه اسمها ايه الديفولت. طبعا انا مش عايز اعمل ديفولت لان هو الداتا بقى العجيب هيبقى هي الديفولت بتاعي، فانا بختار النوع اسمه طيب ده الاسم بتاعه، والسترنج دي اللي هي الايه الكتابه، وبقول له ايه وبقول له اوكي تمام. يبقى كده عملي اول تصنيف. تاني تصنيف عملي تك يمين وبقول له نيو، وده هسميه ال بي تمام. وده هيبقى عباره عن هايت ممكن نعملها على حسب بقى الاختيارات عندك هنا، انجل اريا ازيموس هو طبعا مش موجود تقريبا، هايت ديستنس دبل الفيجن، هي ممكن نخليها ديستنس سوري دبل، او ممكن نخليها برضه سترينج مفيش مشكله تمام. وبنقول له ايه وبنقول له اوكي. طبعا المفروض في التصنيف الثالث اللي هو الاخير اللي هو ايه البول نيم، بس مبدئيا عشان المحاضره ما تطولش معانا فهناخد نسال لحد بس ايه لحد العمل تمام. طيب ارجع تاني للبوينت فايل فورمات، وباجي على هشام بعد كليك يمين وبقول له ريكويرتس، وابتدي اضيف عمود جديد اللي موجود معايا اللي هو عمود مين؟ عندي كلمه طيب ظهرت معايا هنا، يبقى ده النوع حلو كده. وعندي هنا المفروض اللي هو ال بي هايت تمام كده، وبقول له ايه وبقول له اوكي. يبقى انا ضفت دي ضفت الخانتين او العمودين الزياده اللي موجودين معايا، وبقول له هنا ايه وبقول له اوكي تمام. برجع في ملف الاكسل طبعا برضه بعمل نفس المعادله بتاعتنا اللي هي الايكوال كونكاتينيت تمام. طبعا انا بحب معادله الاكسل دي، في ناس بتشتغل بانواع ثانيه مفيش مشكله يعني على حسب ما انت بترتاح، انا برتاح صراحه بالمعادله الكونكاتينيت مباشره. طبعا انا باخد كل العمود اللي انا عايزه وبعمل ايه طمع في الايه في السطر اللي بعده، طبعا بتنزل من السطر للسطر اللي بعده بالضغط على اللي هو الزرار التاب الموجود في الكيبورد تمام. الحاله دي انا عايز عمود الطيب، طب العمود الطيب هنا فاضي مفيش مشكله خده معاك لانه هيبقى مليان فين في السطور اللي بعد كده تمام. يبقى لازم تاخد كل ايه كل عمود، واخر واحد اللي هو عمود الايه عمود الهايت واقول له اوكي. لو احنا بصينا كده هنلاقي ان هو اخذ اسم سوري رقم النقطه الايستنج النورثنج عندي هنا الهايت وبعدين الكود وبعدين منطقتين فاضيين اللي هم المفروض العمودين الفاضيين اللي هم ايه اللي هم معايا. طبعا احنا ما خدناش العمود عشان بس ايه ما نتلخبطش تمام. وابتدي اعمل ايه عمليه سحب التفاصيل دي كلها تمام، وباخد ايه بقول له كوبي، وباجي في نفس مثلا على سبيل المثال اللي هو ده وبقول له بيست وبقول له فايل سيف. يبقى انا كده عملت ملف جديد وعملت ايه حفظ للملف ده. هبتدي نعمل له ادراج ونشوف الموقف بتاعه هيبقى عامل ازاي. طيب برضه نفس الشيء بقول له انسرت وبقول له بوينت فروم فايل، وبختار الملف بتاعي من الديسك توب اللي هو ان جي اللي احنا مسميينه، وبقول له اوبن تمام. طبعا هو لسه برضه ما حددش البوينت فايل فورمات اللي احنا محتاجينه، فبننزل وندور على البوينت فايل فورمات اللي احنا ايه اللي احنا عملناه وبنقول له اوكي، وبننتظر لحظات لغايه ما الداتا تنزل. نزلت الداتا واقول له زوم اكستند اهي نزلت معايا الداتا. اول حاجه هتلاحظوها واغلب الناس هتلاحظها ان في هنا كود معين بدا يظهر بشكل غير الاشكال الاخرى تمام كده، وبقيه النقاط زي ما هي. الكود ده اللي هو خاص مثلا بالتي ار دي حاجه خاصه اسمها الديسكربشن كي سيت. الديسكربشن كي سيت دي عباره عن اكواد خاصه في البرنامج، البرنامج بيجهز هم ثلاث اكواد تقريبا هنشوف بالظبط مع بعض كام واحد، واعطيهم هو شكل معين واعطيهم كتابه معينه بحيث لما تظهر بايه بشكل ايه بشكل تلقائي. طبعا دي خاصيه كويسه جدا في حاله لو انت عندك بتعمل عمليه رفع لمشاريع كتيره مثلا، او مشروع على سبيل المثال رفع المدينه وما الى ذلك، وبتحب ترفع الكلام ده كله وعايزه يترسم بشكل تلقائي ممكن بتعمل ديسكريبشن كي سيت. بنلاقيها فين دي؟ في البوينت هنا يعني نفتح البوينت هتلاقي حاجه اسمها ديسكريبشن كي سيت تمام. بالضبط انا نضغط على عامل زائد بيجي لي هنا ايه اللي هي السيفل 3 دي، هعمل عليها كليك يمين وبقول له ايديت كيز. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا الثلاث اكواد، كود الاس تي اي وكود الاس دبليو ام اتش والتي ار. هي الفكره كلها ان احنا بندي له الاكواد اللي انا هعمل لها ادراج، هو مجرد ما بيشوف الكود ده بيبتدي مباشره يدي له الستايل اللي متحدد هنا وبيدي له ستايل الكتابه اللي موجوده هنا ده بشكل تلقائي تمام كده. بشكل تلقائي بيبتدي يعمل لنا الحاجات دي. فانا لو حبيت اضيف اي كود باخد اي كود من الموجودين بعمل عليه كليك يمين وبقول له نيو، وابتدي اكتب الكود بتاعي. فبقول له مثلا في حاله لو انت لقيت ال في اللي هو اللايت بول تمام، ادي مثلا ال في تمام، هتعمل لي الشكل بتاعه مثلا على سبيل المثال
الشكل بتاعه ايوب ان تي تمام، والكتابه بتاعته على سبيل المثال خليها الايه الاليفيجن والديسكريبشن، وبقول له ايه وبقول له اوكي. يبقى في اي عمليه ادراج بعد كده هو مجرد ما هيشوف كلمه ال بي هيبتدي يعمل لي ايه التفاصيل اللي انا اخترتها. طيب لا افرض على سبيل المثال انا بالفعل نزلت النقاط زي ما شفنا كده وعملت له الديسكريبشن كي زي ما انا عملت بالظبط كده، حبيت ان انا اطبقه على النقاط اللي موجوده في الرسمه، باجي على البوينت جروب اللي احنا عايزينها بعمل كليك يمين وبقول له ابلاي ديسكريبشن كيز، مجرد ما بضغط عليها زي ما انتم شايفين اتغير مباشره ال بي، ظهر معايا الكود وظهر معايا مين وظهر معايا الرقم سوري الفيجن بتاعه وظهر معايا الشكل الايه الشكل اللي انا اخترته. كل ما هو ال بي ابتدى هو على طول البرنامج يشوفه ويغير لي ايه ويغير لي شكله بناء على الديسكريبشن كيز اللي انا عملتها. طيب اهم شيء في الشغل في السيف بشكل عام الترتيب. طب انا في الحاله دي انا عايز ارتب ايه بالظبط؟ رقم واحد انا عندي هنا في البوينت جروب زي ما قلنا عمليه ادراج النقاط، هو بيدرج النقاط كلها في جروب واحد اسمها الاول بوينتس. طب افرض انا هستغل النقاط دي بعد كده هعمل منها اسطح واعمل منها خطوات ثانيه كتير، فما ينفعش من الاول بوينتس ان انا اعمل الخطوات الثانيه كتير دي. ليه؟ لان الاول بوينتس دي يعتبر حاجه بتجمع كل ما هو نقاط موجود في الرسمه، سواء انت نقاط بتعمل لها ادراج او نقاط انت بتعملها جوه الرسمه. فلازم نعمل عمليه ايه؟ عمليه ترتيب للرسم. الترتيب ده بيجي ازاي؟ من خلال ان احنا بنعمل جروبس لكل مجموعه نقاط جايه معايا. لو رجعت الملف في الاكسل هلاقي ان انا عندي هنا في الاكواد تمام؟ نيجي في الاكواد كده انا عندي حاجه اسمها الاي جي اللي هي نقاط الاكزيستنج جراوند، عندي الام ان اتش، وعندي ايه؟ التي ار، وعندي مجموعه حاجات كتير. طب لو انا عايز اعرف بالظبط هم كام؟ تبتدي تقف على العمود اللي فيه الكود، تبتدي تقول له والله انا عايز اعمل فلتر تمام؟ مجرد ما تضغط على الفلتر هنا بيجيب لك العناصر المنفرده في الموضوع. يعني مثلا انت عندك هنا كلها مثلا اي جي، لا في عندي مجموعه حاجه اسمها اي جي، وعندي كود اسمه دي، كود اسمه ال بي وام ان اتش وتي ار. يبقى انا عندي كام كود؟ تصنيف اكواد 1 2 3 4 5، دول التصنيف الاكواد الاساسيه اللي عندي. على اساسه ببتدي اعمل انا جروب لكل ايه، يفضل اعمل جروب لكل ايه؟ لكل عنصر من العناصر. على سبيل المثال لو انا جيت في قائمه البوينت جروب وعملت هنا اقول له انا عايز اعمل بوينت جروب جديده، اقول له نيو، والنيو دي هيبقى فيها كل ما هو الاكزيستنج جراوند اللي هو الاي جي، الاكزيستنج جراوند اللي هو الاي جي، بحدد الجروب دي شكل وبحدد له الكتابه اللي ظاهره عليه. في الحاله دي مثلا الاكزيستنج جراوند انا مش عايز ابين الشكل، ولكن سوري مش عايز ابين كتابات، ولكن عايز ابين الشكل اللي هو مثلا كلمه البنش مارك تمام. لو انا جيت قلت له اوكي مفيش اي تغيير حصل في الرسم، معلش شباب الصوت واضح معاكم ولا لا؟ لان يعني في تقريبا حد بيقول ان الصوت واضح، صوت سوري بعيد وفي صوت تمام. طيب الصوت تمام جدا. طيب على رايك ترجع طيب تمام. لو جينا في الاي جي زي ما انتم شايفين ما ظهرتش معايا النقطه السوداء اللي على اليسار هنا. ليه؟ لان دلوقتي انا حاليا انا عملت بالفعل جروب جديده ولكن ما حطيتش جواها اي بيانات، ما عرفتلوش اي بيانات. ففي الحاله دي انا عايز اعرف له اقول له اي عنصر اسمه اي جي او نقطه اللي هي الكود بتاعها الاي جي ده حطه لي فين في الجروب اللي انا عملتها دي. مجرد ما بضغط تاني على الجروب وبقول له البروبرتس بتاعتها ايه هي، في عندي هنا تابين يعني مهمين جدا هو الانكلود والاكسكلود. الانكلود اللي هو انا الرسمه بتاعتي او الجروب بتاعتي هتتضمن ايه؟ حلو كده. والاكسكلود اللي هي الرسمه بتاعتي هتتجاهل ايه؟ ففي الحاله دي انا عايزها ان هي تتضمن حاجه بناء على المعطيات الموجوده. ويز نمبر ماتشنج يعني انا هحط له مجموعه ارقام مثلا للنقاط لو انا عارف ارقامها، او ممكن مجرد ما بضغط هنا بيتفعل معايا الاختيار ده واللي هو اختيار ايه؟ سيلكشن سيت اند دروينج، اللي انا هختار منين من الرسم. في الحاله دي انا مش عايز اختار، انا معايا تصنيف معين. هل ممكن اعمل تصنيف بناء على الريفيجنز؟ لان في مجموعه شباب سالونا في المره اللي فاتت وقالوا لنا احنا عايزين مجموعه نقاط بمراسيم معينه نحطها في جروب معين. ساعتها بتكتبها هنا، تيجي في البوينت ويز ريفيجن ماتشنج. لو انت عايز مثلا كل النقاط اللي منسوبها على سبيل المثال 1000 معاك، يعني مثلا عندك نقطه مجموعه نقاط منسوبهم 1000 في الرسم وعايز اجمعهم كلهم في جروب واحد، بتيجي هنا بتقول له ويز ريفيجن ماتشنج وتكتب له كلمه 1000 او المنسوب اللي انت عايزه. مجرد ما بتقول له اوكي هو بيجمع لك كل النقاط اللي ليها نفس المنسوب ده عندك موجوده في الرسم تمام. ولكن في الحاله بتاعتي دي انا بدور على كود، هل هو فول ديسكريبشن ولا رو ديسكريبشن؟ في الحاله دي انا الرو ديسكريبشن اللي هو الاختصار الصغير،
والاختصار ده عباره عن كلمه اي جي، تمام كده؟ مجرد ما انا كتبت له اي جي هنا اروح على كلمه البوينت ليست، مجرد ما ضغطنا هنا زي ما انتم شايفين جمعني في البوينت ليست دي كل النقاط اللي واخده الكود اي جي. زي ما انتم شايفين برضو هنا الترتيب بتاعهم 1 2 4. طب نقطه رقم 3 فين؟ لا هنلاقي مثلا النقطه رقم 3 دي واخده ايه؟ واخده كود تاني ما دخلتش معايا في نفس الجروب. تمام؟ يبقى كده هو اخد بس النقاط اللي هي ايه؟ اللي واخده الكود اللي هو اسمه اي جي. تمام؟ مجرد ما بقول له اوكي نتفرج كده على الرسم بدا مباشره يتغير شكل النقاط بتاعتي بناء على الشكل اللي انا اخترته اللي هو اسمه بنش مارك. تمام كده؟ وما فيش كتابات ظاهره. حبيت تظهر الكتابات في اي وقت تعمل كليك يمين على الجروب بتاعتك وبتقول له البروبرتيز بتاعتها وبتقول له والله انا عايز اظهر على سبيل المثال في الحاله دي الاليفيجن اونلي اللي هو المنسوب فقط وبقول له اوكي بيظهر لك مباشره النقطه والمنسوب جنبها مباشره. حلو كده؟ طبعا زي ما قلنا تحت على اليمين بيبقى موجود معانا سكيل الانوتيشن اللي هو شكل وحجم الكتابات اللي موجوده. مجرد مثلا ما تصغره بتختار مقياس ثاني بيبتدي يصغر معاك. لو صادف وغيرت من هنا وما غيرش معاك في الرسمه ساعتها ما بيعملش ابديت مباشره، مجرد ما انت تعمل حفظ للرسمه وبتقفلها وتفتحها تاني بتلاقيه ظبط معاك. طيب في الحاله دي الاي جي عشان نقاطه كتير انا مش عايز اشوف الكتابات بتاعته. طيب انا عايز اعمل حاجه ثانيه اللي هي مثلا ايه؟ احنا عندنا ال بي، احنا اوريدي اظهرنا ال بي تمام كده اللي هو ال بي، ولكن ده من خلال الديسكربشن كي سيت. انا عايز اعمل له جروب لوحده. طبعا دي اعمل كليك يمين وبقول نيو ال بي ده اللي هو اللايت بولت. تمام اللايت بولت اللي هي عملت الاناره. تمام واقول له انا عايز برضه شكلها يبقى متغير عنا اللي هو مثلا دريل هول على سبيل المثال يعني. وعايز مبدئيا ان انا ابين الديسكربشن اونلي بتاعها. حلو باجي بقايمه انكلود وبقول له انا عايز ما هو ال بي. تمام وابتدي اروح على البوينت ليست الاقيه جمع لي كل ال بي اللي موجوده معايا هنا. مجرد ما بقول له اوكي زي ما انتم شايفين هنا هو ما عملش ايه؟ هو ما عملش ما اختارش ما غيرليش الشكل وفي نفس الوقت اظهر لي نفس التفاصيل اللي كانت باينه معايا فين؟ اللي كانت باينه معايا في الديسكربشن كي سيت. الديسكربشن كي سيت لان هو بيحترم الديسكربشن كي سيت في الحاله دي. تمام يبقى كل ما هو مصنف في الديسكربشن كي سيت هو هيحترمه. طب في الحاله دي ممكن نعمل ايه؟ لو رجعنا في اللايت بول تاني اللي هي البوينت بروبرتيز بتاعتنا وبنيجي نعمل اوفر رايدز لو احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت ان احنا بنجبره ان هو ياخد ستايلات بشكل معين وكتابات بشكل معين هو الستايل والكتابات واقول له اوكي زي ما انت شايف مباشره غير لي الشكل اللي انا اخترته وغير لي ايه للكود اللي انا عايزه. فهو هنا تجاهل ساعتها الديسكربشن كي سيت واخد لي بناء على البوينت جروب ايه اللي عندي من خلال ايه اللي احنا عملنا بروبرتس وجينا بالاوفر رايدز هنا وعملنا له على الجزئيتين اللي هو الستايل والبوينت ايه والبوينت ليبل ستايل. تمام لحد كده يا شباب؟ طيب وده زي ما قلت لكم المره اللي فاتت برضه ده سؤال بيجي في امتحان الاي اس 7 بتاع 73. طيب دلوقتي انا كنت دخلت في اللايت بول دخلت ايه؟ دخلت الارتفاع بتاع اللايت بول عندي ارتفاع ساعات 16 وساعات مثلا 16 اغلبه كان 16 تقريبا وساعات ممكن 20 وحاجه اغلبه 16. طب انا عايز ابين الارتفاع ده. حلو كده؟ او ممكن نعمل النوع الثاني ناخد المنهوض الام ان اتش. طيب نعمل الام ان اتش هو نفس الفكره برضه بس الام ان اتش عشان في تنوع كتير بقول له نيو انا عايز اعمل المنهوض. تمام واقول له الانكلود ام ان اتش. حلو والشكل بتاعها هخليها اللي هو البيزك. تمام كده مع او ممكن في اشكال طبعا مانهولز هنا هنخليها مثلا ايه اللي هو الاستقرار مساور مانهولز وهنخليها ديسكربشن اونلي وهقول له زي ما انتم شايفين هنا مباشره عمل لي شكل مانهولز لان ده هنا مانهول معايا هنا وفي مانهول تاني هنا ومانهول تالت هنا ولكن انا عايز ابين بقى التفاصيل بتاعت المانهولز. انا عندي مانهول هنا احيانا بيكون ستورم واحيانا بيكون اللي هو سانيتري. طيب انا عايز ابين التفصيله دي هنا. حلو يبقى انا كده هبتدي ابين الكتابه بتاعتي اغير فين في الكتابه بتاعتي تغيير الكتابه اللي هو الستايل نفسه. لو جينا على البوينت هنا سوري البوينت جروب وقلت له بروبرتس هلاقي ان الستايل اللي هو مختاره هنا في الكتابات اللي هو الديسكربشن اونلي. انا ممكن اعدل الستايل اللي موجود او اني اخد منه كوبي وابتدي اعدل ازود حاجات عليه. فبالعادي هاخد مثلا كوبي منه اللي هو بنضغط هنا ونختار كلمه كوبي كرنت سيلكشن كده من هنا بتضغط تقول له كوبي كرنت سيلكشن. تمام واقول له والله في الحاله دي انا عايز الديسكربشن بلس التايب يبقى الديسكربشن والتايب بتاعه. تمام كده
وباجي في قائمه لاي اوت. لاي اوت دوت اللي هو التفصيله بتاعت الكتابه بتاعتي والستايل بتاعي. حلو كده. زي ما انتم شايفين هو هنا كاتب لي في اهم شيء عندنا في التكست حاجه اسمها الكونتنتس. كونتنتس ايه هو المحتوى اللي انت عايز تظهره في الكتابه بتاعتك. مجرد ما انت تضغط عليها بيظهر لك هنا مربع وفيه ثلاث نقاط. اضغط عليه بيظهر لك الويندو دي. كل ما هو محتوى عندك تقدر تنزله من هنا. ايه هي المحتويات اللي موجوده؟ والله انا عندي النوع اللي هو التايب واللي بي دي الحاجتين اللي انا عملتهم. زائد ان البرنامج عاطيني ممكن احط البوينت نمبر والنيم والايستيم والنورس والفيجن والرود ديسكربشن. كل التفاصيل دي انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اضيفها بحيث تظهر لي جنب شكل النقطه بتاعتي على الرسم. في الحاله دي انا عايز اظهر مين؟ انا ظهرت هنا زي ما انتم شايفين هنا ده الفول ديسكربشن. تمام؟ انا عايز هنا الفول ديسكربشن وعايز معايا التايب اللي هو النوع. تمام؟ وبقول له اوكي. عمليه الاضافه انا بختار من هنا الحاجه اللي انا عاوزها وبعدين بضغط له لازم اضغط له على السهم الايه؟ السهم اللي على اليمين ده عشان ينزل لي البيانات بتاعتي جوه المربع بتاع التكست. تمام؟ نفس الوقت التكست عايز تغير شكله او حجمه او لونه ممكن من قائمه فورمات وانت عامل هايلايت عليه غير اللي انت عايزه. ففي الحاله دي انا عايز اخليه والله نوع الخط مثلا تهمه واللون بتاعه مثلا لونه احمر. تمام كده؟ وبقول له ايه؟ وبقول له اوكي. وبقول له هنا ابلاي اوكي ابلاي اوكي. زي ما انتم شايفين هنا عمل لي ايه؟ ادي الكلمه الاس تي او اللي هو الاختصار كلمه التايب بتاعنا اللي احنا عندنا هو اس اي ان وعندي الاس تي او. تمام كده؟ عندي نوعين من المناهل اس تي او او ام ان اتش ده اللي هو طبعا انا عندي هنا الفول ديسكربشن هو الرو ديسكربشن. انا ما عملتش فول ديسكربشن قبل كده، انا عملت الرو ديسكربشن فقط. فهو واخد الاثنين واحد. يعني لو ضغطت على النقطه نفسها وقلت له من فوق على اليمين هنا قلت له ايديت بوينت ليست هنلاقي ان هو الرو ديسكربشن برضه ام ان اتش والفول ديسكربشن برضه ام ان اتش. تمام كده؟ وفي نفس الوقت جاب لي ايه التايب بتاعي اللي هو ايه الاس تي او. لو بصينا في الواحد الثاني مثلا هنا الاس اي ان يبقى جاب لي تصنيف الايه التايب بتاعي اللي انا عملته قدرت اظهره على مين؟ على الكتابه بتاعت الايه بتاعت النقطه زي ما شايف. لو رجعنا تاني للستايلات عشان احنا عدينا عليها بشكل سريع، احنا قلنا عندنا ستايلات دايما برنامج بشكل عام بيبقى عنده نوعين من الستايلات. نوع اللي هو خاص بالبوينت سوري بالاوبجكت ستايل ايا كان بقى الاوبجكت ده هل هو الاينمنت بوينت سيرفيس ايا كان بيبقى الاوبجكت دي ستايل نفسه وعندنا الليبل ليها ستايل اللي هي الكتابه المرتبطه بالاوبجكت ده. تمام؟ فالبوينت ستايل في مجموعه موجوده هنا كبيره او انت ممكن تبتدي ممكن لو حبيت تعدل بتعدل من هنا. وذكرنا قبل كده ان احنا ممكن نعمل ده نفس شكل البوينت بتاعت الاوتوكاد هنا ممكن بعمل شكل من الاشكال اللي موجوده او اني بختار بلوك من الموجود في الرسمه. ولو انا حبيت اعمل بلوك مجرد ما انا هعمل بلوك هيبتدي يظهر معايا هنا ايه في الليسته دي. يعني سريعا كده ممكن نعمل احنا بلوك سريع هعمل مثلا سيركل وهعمل مثلا ايه حاجه زي كده مثلا وده كده هعمله ايه بلوك هنسميه اتش ونقطه الانسيرشن بتاعته اللي هي نقطه الايه السنتر مثلا كده. تمام؟ والعناصر بتاعته اللي هي دي. انا عملت مثلا بلوك بالشكل ده كده وبقول له اوكي. الشكل ده عباره عن بلوك موجود في الرسم. انا عايز اخلي مثلا ده شكله شكل نفس شكل المانوال اللي موجود. مجرد ان انا ببتدي ادخل على البروبرتس وباجي هنا على البوينت ستايل ابتدي اعمل كوبي كرنت سيلكشن كوبي من اللي موجود وهنسميه ده اللي هو اتش اللي عملناه. ولكن في الماركر هنا ببتدي اجي على الجزء اللي هو الاوتوكاد بلوك سيمبل وبعمل كليك يمين واقول له براوس. هو بيختار لي سوري لو ما هو جوه الرسمه هنلاقي موجود موجود الاسامي اللي موجوده هنا اللي هو الايه الاتش. علامه براوز دي بحيث لو انا عامل البلوك ده في رسمه منفصله، ولكن لو هو البلوك موجود معايا في نفس الرسمه هتلاقيه موجود فين؟ لان دي كلها بلوكات موجوده في نفس الرسمه اللي احنا واقفين فيها. في الحاله دي انا عندي اللي هو البلوك اللي اسمه الاتش. تمام كده؟ وبقول له اوكي اوكي. زي ما انتم شايفين اهو عمل لي البلوك بتاعي بناء على ايه؟ بناء على الشكل اللي انا اخترته له موجود معايا. تمام؟ طيب يبقى كده ده في حاله لو انا حبيت اعمل شكل جديد للنقطه بتاعتي. بعمله بشكل بلوك بحيث يتواصل معايا مع بيانات المشروع بتاعي. اما بخصوص بقى